نعم، نذهب إلى خبر آخر مشاهدين الأعزاء من الشرونت، وفيه تعليق التفاوض بين الحكومة وفصيل الحلو 14 يوما، وهناك أيضا يعني أكثر من زاوية لتناول هذا جوبا. أعلن رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان تدغلواغ عن تعليق التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو لمدة أسبوعين، وقال إن المفاوضات في المسارات الأخرى سوف تتواصل كما هو مقرر لها. نعم، أولا الملحظ الأساسي في مثل هذه المفاوضات هو دخول ما يعرف بالمسارات المتعددة، فإن كان التفاوض أساسا مع الحركات المسلحة بحجية أن هذه الحركات المسلحة عطلت دواليب الدولة وعطلت معينات ومعدات ومرافق الإنتاج، فلذلك كان من الضروري الجلوس معها والتفاوض، أي أن تجلس معها الحكومة وتتفاوض معها لأمرين. الأمر الأول ليضعوا السلاح، أي أن لا تكون هنالك بندقية عاملة في تلك المناطق، ومن ثم الوصول لمعالجة كل مشاكل تلك المنطقة حتى يتسنى للسلام أن يسود وللتنمية أن تكون تنمية مستدامة. نعم، لكن فوجئنا في أخريات هذه الأيام أن المفاوضات التي عقدت في جوبا تعددت مساراتها. يعني إن وجدنا عذرا للمسار الذي أقحمته الجبهة الثورية ألا وهو مسار سلام الشرق، إذ أن هنالك اتفاقية، والاتفاقيات الموقعة أعلن المجلس العسكري الانتقالي في بيانه الذي تسنم به سلطة البلاد إلى أنه يرعى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية. نعم. فلاحظنا أن أولئك الذين تعاقدوا مع الحكومة أو الدولة فيما يسمى بسلام الشرق في 2006 وجدوا أنفسهم يعني في لجاجة مع مسارات سلام الشرق للجبهة الثورية. نعم. كما فوجأ السودانيون بمسار لم يكن في الحسبان، ألا وهو مسار الوسط، وثم اليوم الحديث عن مسار آخر ألا وهو مسار الشمال. هذه مناطق لم تشهد يعني عراقا عسكريا يضطر الحكومة أن تجلس معهم لمعالجة أسباب جعلهم يحملون السلاح ضد حكومتهم أو ضد دولتهم، إلا أن إذا كان ذلك من باب يعني دعنا نتفائل وننظر إلى الكوب من نصفه الملأ وليس النصف الفارغ، ونقول غد حرصت الجبهة الثورية في حديثها عن المسارات المتعددة أن يكون سلاما شاملا يحقق تنمية شاملة، فإن كان الهدف من هذه التقاطعات التي حدثت في الأيام الماضية في جوبا هذا الأمر، هذا خير وبركة من باب زيادة الخير خيرين، لكن إذا كنا نتحدث عن حقيقة السلام والتفاوض نحن نعلم علم اليقين أن الذين حملوا السلاح بهذا حمل السلاح أعطاهم تفويضا، حتى وإن لم يكن لديهم التفويض الشعبي فهذا التفويض الذي نعم. أتاهم من خلال حملهم للسلاح جعلهم يتفاوضون مع الحكومة، لكن أولئك الذين يتحدثون عن مسار الوسط ومسار الشمال أي سلاح حملوه حتى يحدث لهم هذا التفويض؟ نعم. إذ أن بعض مواطني هذه المناطق
اللي تحدثت عن مسار الوسط والشمال في غاية الغضب، باعتبار أنهم لم يفوضوا أحدا يتحدث للنيابة عنهم أو يعقد اتفاقا مع الحكومة من أجلهم. نعم، أريد أن أمضي في ذات المجال أستاذ إمام، لكن دعني أقرأ عليك ما تبقى من هذا الخبر وأيضا الخبر الآخر الذي له صلة بهذا الصياغة الذي نقرأه. هنا رئيس الجبهة الدكتور هادي دريس قال إن مسار الشمال يمثل أحد مكونات الجبهة الثورية، وأضاف أن ورقة كيان الشمال سوف تخضع للنقاش والمداولات. هذا شيء. الجانب الثاني خبر آخر معنا في شريط دوت نت، استئناف مفاوضات جوبا بجلسة حول مسار الشمال، وهذا ما أشرت إليه إشارات نريد أن نتعمق فيه أكثر. استأنفت مفاوضات السلام جلستها في جوبا عاصمة جنوب السودان عقب عطلة الكريسماس، وعقدت جلسة حول مسار الشمال التابعة للجبهة الثورية الذي قدم ورقته للوساطة. وقال رئيس لجنة الوساطة تودغ الواكي أن كل الأطراف ستنخرط في المفاوضات التي قال إنها تمضي في الاتجاه الصحيح، وأشار إلى أنه ستعقد لاحقا خلال يوم الخميس جلسة مع الحركة الشعبية شمال أيضا. ومصادر غير رسمية تحدثت عن بروز خلاف بين مكونات مسار الشمال عندما دفعت حركة كوش بورقة إيطالية منفصلة عن مسار الشمال، الأمر الذي رفضته الوساطة. نعم، طيب دعنا نبدأ من هنا. أولا، مسارات الشمال والوسط كانت في حاجة إلى تقدمة تعريفية وحيثيات عن أسباب قيامها، هذا أولا. ثانيا، كان من الضروري أن يعلن الجانب السوداني المفاوض عن أسباب موافقته لمقترحات الجبهة الثورية أو لقرارات الجبهة الثورية المتعلقة بإدخال مثل هذه المسارات التي لم تكن يوما ضمن مسارات التفاوض من أجل السلام بالنسبة للحركات المسلحة، سواء كانت في ولايات دارفور أو ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. يعني نحن الآن نتحدث عن مفاوضات، نتحدث عن الوصول إلى اتفاق أيضا وتوقيع اتفاق فيما يتعلق بمسار الوسط، بينما اليوم بدأ مسار الشمال، وبدأ كما يظهر ويبان يعني ونستبين الأمر من خلال هذا الخبر، وهو أن هنالك ثمة خلاف ما بين مكونات هذا المسار، باعتبار أن الجبهة الثورية قدمت من خلال هذا المسار ورقة إطارية، إلا أن منظومة كوش رأت أن تقدم ورقة متباينة من تلك الورقة. هذا الأمر كله يعني فيه نوع من الضبابية، دعنا يعني نستخدم ألفاظ ليتل بيت يعني ما أجريسيف كده تجاه هذه المسائل، لأن السلام كلنا نسعى إليه سعيا، لكن من الضروري أن نتفهم. يعني الآن لما تقرأ في الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة تلحظ أمر غريب جدا، وهو أن هذا الاتفاق تم مع كذا كذا، لكن لم تجد ما يعرف بالباك جراوند، بالخلفية عن هذا الأمر. يعني ما في جهة شرحت أن الجبهة الثورية أوردت هذه المسارات للأسباب والحيثيات التالية، وبذلك أغنعت المفاوض الحكومي أن يجلس مع هؤلاء. الذي نعلمه في هذه المسارات هو مسار الشرق، باعتبار أن مسار الشرق أيضا كان أهله يحملون السلاح، فلذلك كان من الضروري الجلوس معه. لكني ما زلت في انتظار المفاوض الحكومي أن يعلن تفاصيل موافقته لهذا الأمر، ويحدث نوع من
الانلاينمنت من نوع من التنوير التوضيح يعني حتى التوريه تتحدث عن انه مسار الشمال مسار الوسط وواحد من مكونات الجبهه السورية. ومن هم؟ نحتاج ان نتعرف اكثر على ذلك يعني الشعب السوداني في ما هي المسارات ماهيه هذه المسارات من خلال هذه الوسائط الصحفيه والاعلاميه التي تتحدث بين الحين والاخر عن تكون الصوره واضحه اكثر. نعم الخبر الاخير معنا عبر الشروق دوت نت. السيادي يشكر سيلفا كير لرعاية مفاوضات السلام. عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو التفاوض عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا لحكومة دولة جنوب السودان لرعايتها مفاوضات السلام. واستقبل رئيس دولة جنوب السودان الفريق سيلفا كير ميرديت بالقصر الرئاسي بجوبا عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي بحضور سفير السودان بجوبا عادل إبراهيم. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل عضو مجلس السيادة للرئيس سيلفا كير تحية وتحايا وتهاني رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة أعياد الكريسماس متمنيا لدولة الجنوب دوام الاستقرار والازدهار. وأوضح الكباشي أن اللقاءات التي أجراها رئيس دولة الجنوب مع قادة الحركات أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح وعززت مسيرة التفاوض. نعم أولا من الضروري للمفاوض الحكومي أو المفاوض السوداني أن يسجي كثير تشكراته إلى الرئيس الجنوبي سيلفا كير الذي رعى هذه المفاوضات وخصص لها الكثير من وقته وجهده ووقت وجهد حكومة جنوب السودان لإنجاح هذه المفاوضات من خلال الرعاية الشخصية لها. الأمر الثاني هذا من باب يعني تحسين العلائق السودانية الجنوبية لأن العلائق السودانية الجنوبية واحد من مشاكلها هذه التوترات التي تحدث نتيجة لوجود مجموعات مسلحة في الحدود المتاخمة للبلدين. فإن ما حدث سلام دائم واستقرار مستديم لا شك أن هذا من نتائجه تحسين العلاقة السودانية الجنوبية في شتى المجالات ليس في المجالات السياسية وحدها بل في المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية خاصة وأن التلاقي والتلاقح ما بين هذين البلدين يعني أمر ثابت للعيان باعتبار أننا كنا شعب واحد في دولة واحدة الآن صرنا شعبين في دولتين لكن بيننا بعض من أواصر العلائق والأرحام لا بد من مراعاتها والعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وهذا أكثر ما يجعل هذه العلاقة فيها قدر من الديمومة. نعم أستاذ إمام محمد إمام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا شكرا لك. شكرا لك وشكرا لمشاهديك داخل السودان وخارجه وجمعة طيبة مباركة لك ولهم. أتمنى لك أيضا قضاء أوقات سعيدة إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين.